السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي. طبعا في كلكم شفتوا عنوان الفيديو، إن أنا حقلع قدام الكاميرا. يا نهار كروهات، حقلع هدومي قدام الكاميرا. طبعا في اللي داخل ينبسط وفي اللي داخل يشتم. بقول للاتنين يستنوا يشوف الفيديو، اللي داخل عشان ينبسط حينبسط، حقلع هدومي حينبسط، واللي داخل يشتم أقول له استنى لآخر الفيديو. طبعا ما يلا نشوف. بس نقطة، الأقل من 30 سنة ما يدخلش الفيديو، والقلب ضعيف برضو ما يدخلش الفيديو، واللي يدخل الفيديو ويعجب الفيديو ما ينساش يحط لايك ويشترك في القناة. يلا بينا يلا بينا. يلا بينا.